يعني تهنيت كل المفروض ان احنا نهنيهم، نهني نفس المجموعه او المثلث الرعب، مثلث الرعب اللي هو جمهور النادي الاهلي وجهازه الفني ومجلس ادارته، ده المثلث اللي احنا بنهنيه. اما حته التعليق فده لا شك في ولا اي مصري طبعا بيحب طبعا بيحب هذه البلد وبيحب كده. فرحة جمهور النادي الأهلي هي فرحة علينا كلنا. أكيد أنت كسبت قبل كده بطولة، وسماء كسب قبل كده بطولة، والمجموعة كلها كسبت قبل كده بطولة، فأنتوا حاسين بطعم البطولة، حاسين باللعبة شكلها إيه. ويمكن إحنا في خلال هذا الأسبوع، من خلال هذا الاستوديو، لو نرجع لكله الحلقات السابقة، كنا بقول لك هذه المباراة هي مباراة اللاعبين، وليس هناك أي دور. طبعا المدرب عمل وحضر وكل حاجة، لكن الدوافع النفسية والطاقة المكنونة اللي جوه كل لاعب هي بتطلع لوحدها. ما تقدرش تقول لندفن اجري وحط رجلك، ورمضان لازم تبص فين ولازم تبص للشحات، ما تبص تلاقي مروان محسن بره زعلان من فرصة ضاعت رغم انه خرج والفرقة كسبانة. كل دي هي الروح، الروح دي مفيش حبوب بتتحط في كوباية ونديها للعيب يبقى عنده روح النادي الأهلي. طالما دخلت النادي الاهلي فهي دي روح النادي الاهلي، روح المكسب. وده كان متوقع، واحنا قلنا لكم في خلال الاسبوع وفي خلال بدايه الحلقه قلنا ان شاء الله كلنا يمكن اتفقنا كمحللين في وجودك انت كمسؤول عن هذا البرنامج ان احنا النادي الاهلي قادم الى مكسب، هي بس موضوع وقت وموضوع اختبار. اختبار لمين؟ لاداء النادي الاهلي لعبته، لوفاء جمهور النادي الاهلي، لثقه مجلس إدارة في الله وفي جهازه وفي لعبته ومن خلفهم الجمهور. ده بس كان اختبار بسيط كده بنصحصح بيه الناس ان الاهلي قادم والاهلي لازال هو الاهلي.